من هدي رب الكون ذي الرحمات، من حكمة القرآن والنفحات، من سنة المختار هادي الخلق، من قول وفعل طاهر القسمات، من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله إخواني أخواتي في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم وقفات. انقضى رمضان بأيامه ولياليه، بصيامه وقيامه والإحسان فيه، فنسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ما قدمنا فيه من صالح الأعمال والأقوال. ثم جاء العيد بأفراحه ومسراته وبأنسه ولذته، وتقرب العباد فيه إلى الله تبارك وتعالى بأصناف من العبادات. وكان من الواجب أن نقف هذه الوقفات في برنامجنا وقفات بعد انقضاء رمضان. وأسأل المولى تبارك وتعالى في بداية هذه الحلقة أن يكشف الغمة عن هذه الأمة، وأن يرفع البلاء والكرب، وأن يجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وأن يعمنا سبحانه وتعالى بفضله ورحمته. تعلمون إخواني أخواتي أن العبادة في أصلها صلة بين العبد وربه تبارك وتعالى، فإذا كان في عبادة وقد تلبسها فهو في صلة مع الله، سواء كانت هذه العبادة عبادة مالية أو عبادة بدنية أو عبادة قولية أو عبادة قلبية. العبادة تصلك يا عبد الله بالله سبحانه وتعالى. والإنسان منا وهو يتقرب إلى الله يتعرض للفتور ويتعرض للكسل، وهذا في الغالب نجده بعد انقضاء مواسم الخير، بعد انقضاء موسم رمضان، بعد انقضاء موسم الحج. يختلف حال المؤمن وهو متلبس لتلك العبادة أما هو بعدها، وهذا واقع. مقتضى هذه البشرية وهذه الآدمية أنها وهي تتقرب إلى الله تمر بهذه المراحل، مراحل النشاط في الطاعة والعبادة، ومراحل الفتور والكسل. لكن الخطورة تكمن إذا نزل هذا الفتور وهذا الكسل عن الحد المعقول، بحيث يكسل ويفتر عن أداء العبادة وعن أداء ما افترض الله تبارك وتعالى عليه. هذه الخطورة. اليوم حديثي وإياكم
عن هذه الآفة، آفة الكسل بعد الطاعة، آفة الفتور بعد الطاعة. الآن في رمضان، ليالي رمضان، من أول رمضان إلى آخر رمضان بفضل الله تبارك وتعالى، تجد الواحد منا يقول ما فاتني قيام الليل، أصلي صلاة التراويح وفي جماعة وهي سنة ويحافظ عليها في جماعة من أول ليلة من رمضان إلى آخر رمضان، لكنه الآن يشتكي ويقول إحنا اليوم لا نزال في الثلث الأول من شهر شوال ولا صليت ولا قيام ليل، إشكال. يقول ما قمت، وأنا في رمضان كل ليلة أقوم وفي جماعة مع أهلي وأخواني وأولادي وأهل بيتي. الغريب يقول من أول ليلة، ليلة واحد شوال، تركت قيام الليل. وآخر يقول والله أنا أيضا أجد نفسي أنني في رمضان كنت أتلو القرآن وبكثرة، في اليوم أقرأ جزئين ثلاثة أربعة، هذا يقول هو، في اليوم أقرأ ثلاثة أجزاء أربعة أجزاء، ربما أصل إلى خمسة أجزاء، وفي يوم العيد ما قرأت حتى ربع جزء، وكذلك في يوم ثاني العيد وثالث عيد إلى اليوم. وين المشكلة؟ أقول هذه هي المشكلة، هذه هي الآفة، آفة الفتور بعد الطاعة. حتى السلوك، سلوك المؤمن في رمضان تجده سمحا هينا لينا مطواعا، يقول أجد نفسي تغيرت الأمور عندي بعد رمضان. هذا حتى في مسألة السلوك والأخلاق يحدث هذا الفتور وهذا الكسل. تسأل كيف يقع هذا الفتور والكسل؟ قل هذا الإنسان المنضبط في أخلاقه وسلوكه هو في الحقيقة يتعبد ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك، لكن هذه القبضة فترت وكسل عن هذا التقيد وهذا الانضباط. لذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو الله تبارك وتعالى أن يسلمه من هذه الآفة. يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخشى على نفسه، لأنه إذا أصيب بهذه الآفة، آفة الكسل الفتور، هذه تعطله في مسيره، في مسيره إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن الإنسان يخاف على نفسه شيء آخر أيضا، الكسل عن الطاعة والفتور عن الطاعة إذا لم يكن في حده المعقول ونزل عن الحد المعقول كان مرض وكان داء، وهو من أخطر الأدواء والأمراض التي يصاب بها المنافق. الله سبحانه وتعالى يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، كذلك يقول الله سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لهذا يخشى الإنسان على نفسه إذا فتر عن الطاعة أن يصاب بداء المنافقين وبمرض المنافقين هو الكسل، فتجده يكسل عن الطاعة
وربما فوت الصلاة عن وقتها وكان في رمضان يؤدي الصلاة في وقتها. حتى الأخت الفاضلة التي تتابعني الآن ربما وجدناها في رمضان قد تقيدت بالحجاب الشرعي والتزمت به في حركتها، في عملها، في خارج بيتها، لكن لما انتهت إجازة العيد عادت إلى ما كانت عليه من التبرج والسفور، وهذه الخطورة. إذن حديثي معاشر الكرام اليوم عن هذه الآفة، وواصل الحديث معكم بإذن الله تبارك وتعالى بعد هذا الفاصل، فاصل ثم أتواصل معكم، فانتظرونا. جئنا لنقطف زهر نور ينع ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، وحديث عن الفتور، حديث عن الكسل، عن الطاعة والاجتهاد في الطاعة بعد رمضان. لنتفق إخواني أخواتي أننا نضع هذا التساؤل، تساؤل عام، يعني فيما يتعلق بعد انقضاء رمضان، بعد انقضاء موسم خيرات، سؤال عام: لماذا يحصل عندنا الفتور والكسل عن الطاعة؟ يعني الواحد يجد نفسه أحيانا مندفع في طاعة من الطاعات يتفاجأ أنه يصاب بالكسل والفتور. وأنا أتكلم عن الفتور والكسل اللي يمنعك عن أدائها، لا أتكلم عن الكسل الطبيعي. الكسل الطبيعي من المعلوم أن للنفس إقبال ولها إدبار، كما حكى ذلك الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، النفس لها إدبار ولها إقبال، هذا شيء طبيعي. لكن الخوف إذا أدبرت إلى الحد الذي تركت فيه الطاعة، يعني أصيب بالفتور إلى درجة أنه بدأ يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها، يصلي العصر وقت المغرب، أو يصلي الفجر بعد شروق الشمس كما يحصل عند بعض الأخوات والأخوان أيضا. أنا أضع هذا التساؤل معكم إخواني أخواتي، لماذا يحدث هذا الكسل؟ ليش؟ أنا أعتقد أن السبب الأول وهو السبب الرئيس هو المعاصي والذنوب. الذنب خطير، أي نوع كان هذا الذنب، سواء كان ذنب باللسان، غيبة، نميمة، كذب، زور، أو كان كذب، أو كان الذنب بالفعل، تعدي على الآخرين، سرقة، الاعتداء على الأعراض، أو ذنب قلبي، سوء ظن، وغيرها من الأعمال. سواء كان هذا الذنب ذنب كبير أو كان ذنب صغير، يؤثر على سلوك هذا العابد، يؤثر عليه في طريقه إلى الله. لهذا الكلام الآن الذي أقوله ليس لكم فحسب إخواني، لكم ولي، أنا أحتاج إلى هذا الكلام كما تحتاجون أنتم، وأحتاج إلى تشخيص هذا الداء، داء الفتور، كما تحتاجونه. يعني ما فينا واحد يقول لا الحمد لله أنا في منأى ولا أحتاج هذا، لا لا، كلنا في حاجة. النفس هكذا لها إدبار ولها إقبال، ربما تدبر فيستحكم عليها الذنب وخطورة الذنب. لذا قال الله سبحانه وتعالى، وتدبروا هذه الآية عظيمة في سورة الشورى، قال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة، وأي مصيبة أعظم
من أن يفتر الإنسان عن الطاعة أو يعجز عنها ويكسل. في مصيبة أعظم من أن تفتر عن أداء الصلاة، أن تفتر عن قراءة القرآن؟ ما في مصيبة أعظم، مصائب كثيرة. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، بسبب ذنب قلته، ذنب عملته، أو ذنب اعتقدته تقع عليه هذه المصيبة. وهذه نوع من أنواع المصائب، الحرمان من الطاعة مصيبة عظيمة. يعني تصور أن يعني قد يكون يعني أقرب الناس إليك أخوك، ويعيش معك في غرفة، ويجمعك معه وقت طويل، هو تراه على طاعة، على قراءة قرآن، على المحافظة على الصلوات، وهذا الإنسان محروم، ليدرك أنه قد أصيب بأعظم المصائب، والمرجع فيها هو: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. جاء في الحديث، حديث ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب. حتى لا يقول الإنسان حتى الذنب الصغير له تأثير. نعم، الذنب الصغير مع الذنب الصغير مع الذنب الصغير سر كبير. هذه الجبال التي نراها ترى أصلها من الحجر، من الحصى الصغير. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وأي هلاك أعظم من أن يحرم الإنسان الطاعة. لذا لما سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى، قيل له: يا أبا سعيد، جاءه رجل قال: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم؟ قال: وفرت هذه السبل، أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم؟ قال له الحسن: ذنوبك قيدتك. الذنوب تقيد، تكبل، تمنع الإنسان عن الطاعة. الإمام الثوري رحمه الله تعالى يقول: حرمت قيام الليل 5 أشهر. هو من أهل القيام، تفاجأ أن 5 أشهر مرت عليه يحاول أن يقوم في الليل يصلي، ما يجد نفسه راغبة ويجد بدنه مثقل بالتعب والإرهاق، يفكر يقول ما أدري وين. قال: حتى تذكرت، قال: حتى تذكرت ذنبا أذنبته. أتدرون إخواني ما هو هذا الذنب؟ ما هو هذا الذنب الذي قيد إنسانا مثل سفيان الثوري رحمه الله عن قيام الليل 5 أشهر أو 6 أشهر؟ قال: رأيت رجلا يبكي فقلت في نفسي: هذا مرائي. رأيت رجلا يبكي فقلت في نفسي، هذا عمل القلوب، سوء ظن بالآخرين، فقلت في نفسي: هذا مرائي. ما تكلم، نحن نتكلم. ما تكلم لوحده، نحن نتكلم في جماعة، نتكلم نقول في فلان كذا وفي فلانة كذا، هذه كلها ذنوب. هذا قال في نفسه، اتهم رجل رآه يبكي قال: هذا مرائي، فحرمه الله تبارك وتعالى بسبب هذا الذنب أن يقوم الليل 5 أشهر أو 6 أشهر. الإمام الدراني رحمه الله تعالى
وهؤلاء أئمة السلف خبروا الحياة وعرفوا طريق الطاعة، ونحن نجد في هذه الرسائل التي يرسلونها لنا هذه التوجيهات النيرة. يقول رحمه الله تعالى: لا يفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب أذنبه، يحرم هذا في الغالب. لذا تجدون الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وأنا أنصح حقيقة أن نقرأ كتاب هذا العالم الذي تجد في كتاباته هذه الإرشادات والمعاني العظيمة الجميلة. قال رحمه الله، وهذا الكلام في كتابه الجواب الكافي، قال: ومن عقوباتها، أي الذنوب والمعاصي، ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن المسير، فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه. ثم قال: فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب. رأيتم كيف الأمر خطير؟ فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب. أول ما يتبادر إلى ذهنك إذا وجدت من نفسك إدبارا عن العبادة وفتورا وكسلا، فاعلم أنك تحتاج أن تراجع نفسك في مسألة الذنوب. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار، فاعلم أنك محروم مكبل كبلتك خطيئتك. لذا قيل، وما أجمل ما قيل: كم من أكلة منعت قيام ليلة، وكم من نظرة منعت قراءة سورة، وإن العبد ليأكل أكله أو يفعل فعله فيحرم بها قيام سنة. واسمعوا أيضا هذا الكلام: وكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكذلك الفحشاء تنهى عن الصلاة وسائر الخيرات. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك الفحشاء تنهى عن الصلاة وسائر الخيرات. هذا سبب الرئيس في الفتور والكسل عن الطاعة. هناك سبب آخر آتي عليه بعد هذا الفاصل، فاصل ثم تواصل معكم، فانتظرونا. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، وحديث عن الفتور والكسل عن الطاعة، عن السبب ليش نفتر عن الطاعة، ليش نكسل عن الطاعة. الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى كلام جميل، قال: من لاح فجر الأجر هان عليه مشقة التكليف. قريب من هذا الكلام، وبالفعل من لاح فجر الأجر هان عليه مشقة التكليف. هذا السبب ممكن نضمه إلى السبب الذي تقدم، السبب الأول بسبب الذنوب والمعاصي يحصل الكسل، السبب الثاني عدم معرفة أجر الطاعة، أو معرفة الأجر ولكن الغفلة عنها ونسيانها. تصور الإنسان حينما يغفل وينسى الأجر المترتب على قراءة القرآن، إذا غفل الإنسان أو نسي الأجر المترتب على قراءة
على قراءة سورة الكهف اليوم الجمعة. يعني الآن من يتابعني من الأخوة والأخوات ممن لم يقرأ سورة الكهف إلى الآن، هو يعرف الأجر لكنه غفل عن هذا الأجر، نسي هذا الأجر، الذي غفل عن صيام ست من شوال. ونحن لا نزال في فسحة، الوقت فيه يعني بركة أن يصوم الإنسان الست من شوال، حينما يتذكر الأجر المترتب. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. تصور إنسان يأتي يوم القيامة له من الأجور والحسنات كأجر من صام الدهر كله، صام رمضان وصام ستة أيام من شوال بس، ما صام أيام أخرى مما ورد فيها من الفضل، صام رمضان وصام ستة أيام من شوال، سواء صامها متتابعة أو صامها مفرقة، صامها اثنين وخميس، صامها الأيام البيض، كأنما صام الدهر كله. ليش نعجز عن صيام شوال؟ حينما نغفل عن النظر وتذكر الأجر المترتب عليه. لذا عوني لكلمة ابن الجوزي لما قال: من لاح، أي من نظر، من لاح أجر الفجر هان عليه مشقة التكليف، أو كما قال كلمة قريبة من هذه الكلمة قالها رحمه الله. وليأذكر بعض الأمثلة، لنذكر بعض الأمثلة. لما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من توضأ، اسمعوا أخواني أخواتي، شيء يسير جدا، من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قال عليه الصلاة والسلام: فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. ما هو العمل الذي قدمه؟ توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الذي يتذكر مثل هذه الأجور لا تراه يعجز أو يكسل عن الطاعة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا قام إلى الصلاة، شوف هذا الأخ الذي يتكاسل عن أداء الصلاة، أو إذا صلى صلى مسرعا فلا تراه يطمئن في ركوعه ولا في سجوده، إذا تذكر هذا الحديث، هو يعرف هذا الحديث، مر عليه هذا الحديث، إذا تذكره يتغير الوضع عنده. يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا قام إلى الصلاة أوتي بذنوبه كلها، فوضعت على عاتقه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. الذي يتذكر هذا الأمر بيطول في السجود، بيطول في الركوع، لأنه يصدق النبي عليه الصلاة والسلام ويعتقد بهذا الأجر. كما قلت قبل قليل، اليوم يوم الجمعة، ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة، وأحوج ما يحتاجه الإنسان يوم القيامة يحتاج إلى النور، لأن ظلمة شديدة، ظلمة شديدة على الصراط، ظلمة شديدة
في أرض المحشر ظلمة شديدة، وهذا يعطى نور، يعطى نور، مساحة هذا النور ممتدة هذه المسافة الطويلة من مقامه إلى مكة، هذا كله نور. من لاح أجر الفجر، من لاح فجر الأجر هان عليه مشقة التكليف، هانت عليه 20 دقيقة يقرأ فيها سورة الكهف أو نص ساعة يقرأ فيها سورة الكهف. أخيرا، لماذا يحصل العجز والكسل عن الطاعة؟ أنا أعتقد أيضا من الأسباب لأننا ننسى الموت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعماركم ويحسن أعمالكم. الموت، بعض الناس يقولون لا تذكروا الموت، الموت يخوف، لكن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في أعماركم وفي أرزاقكم وفي أموالكم وفي أولادكم وبناتكم، لكن لابد من ذكر الموت، لأن رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول أكثروا من ذكر هذه من اللذات، لأن الإنسان إذا تذكره ورأى هذه العبادات التي فرط فيها انتبه إلى نفسه. والله يا أخوان، كل مرة أتذكر هذا الموقف حينما نذهب إلى المقبرة ونحمل الجنازة، أسمع بعض من يحمل الجنازة أو يشيع الجنازة يرددون بعض الكلمات، يقول أحدهم عملك يا صاحب العمل، عملك يا صاحب العمل. أنا أقول في نفسي صدقت. طبعا ما هو مشروع، هذا ليس مشروع أن الإنسان يعني يرفع صوته بمثل هذه الأمور. أنا يقول عملك يا صاحب العمل، بالفعل عملك يا صاحب العمل تقال للحي، الميت راح، الميت سيجد عمله أمامه، بس سيجد عمله الذي قدمه أمامه، سيجد صلاته وزكاته وحجه وصيامه، سيجد ذلك كله أمامه. مشاهد كثيرة لما أرى هذا المشهد ويشدني بقوة في الحقيقة ويجعلني أتأمله كثيرا، حينما تكون الجنازة لامرأة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، حينما أرى الجنازة وتكون لامرأة ونأتي نضعها في القبر، وأرى هذا الحرص الشديد من أهلها وممن يشيع هذه الجنازة على سترها من أعين الرجال، وهي في كفنها، وكفن المرأة يختلف عن كفن الرجل، كفن الرجل 3 لفائف وكفن المرأة 5 لفائف، مبالغة في الستر ولا يرى منها شيء أبدا، ومع ذلك الكلمة التي تسمع عندما ندفن أي امرأة من يقول استروها استروها، فيؤتى بقماش أبيض كبير يستر المرأة ويستر من ينزل معها في القبر. أقول في نفسي إن كانت هذه المرأة في حياتها من أهل الستر والحجاب والعفة سينفعها ذلك في قبرها، وإن كانت في حياتها متبرجة تخرج أمام الرجال في عملها في سوقها في صورها، تختلط وقد أخرجت مفاتن جسدها كله، هل سينفعها هذا الستر، هذه القماش، هذا القماش الذي يوضع عليها؟ والله يا أخواني أخواتي، رسالة، رسالة حقيقة ننتبه لها، رسالة إلى كل أخواتي وبناتي. أنا هذا الكلام الذي أقوله
أقوله بلسان المحب، أقوله بلسان المشفق، أقوله بلسان الخائف، لا أقوله بلسان المخوف. لا والله، اليوم نحن في فترة الإمهال، في فرصة عندنا أن نتراجع وندوس على هذا الكبرياء والكبر، وندوس على هذه النفس طاعة لله، ليس لي ولا لأعراف وتقاليد ولا لكلمة عيب ولا لموقف مجتمع ونظرات الناس، لا، طاعة لله تبارك وتعالى. أقول لنتذكر أن الإنسان سيموت، فمن تذكر الموت نشط في العبادة، لأنه يقول في نفسه: والله ما أعلم متى أموت. لذا وجدنا في مثل هذه الأيام، بعد أن انتشرت هذه الصور وانتشرت هذه القنوات التواصل، وجدنا من يموت وهو يقرأ القرآن تقول الله أكبر، وجدنا من يموت وهو ساجد، وجدنا من يموت وهو راكع أو قائم يصلي، وجدنا من يموت وهو على الإحسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم خاتمة السعداء الأتقياء، وأن يجعلني وإياكم في منازل الصالحين والصديقين والأنبياء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن ينشط في العبادة حتى يلقى ربه تبارك وتعالى. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يعيد علينا أيام رمضان وشهر رمضان سنين عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وإياكم في صحة وعافية وأمن وإيمان. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يرفع هذا الوباء، وأن يدفع هذا البلاء، وأن يرفع هذه الغمة عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لموتانا وموتاكم ولسائر موتى المسلمين. إلى أن أنتقيكم بإذن المولى تبارك وتعالى في حلقة الأسبوع القادم، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هدي رب الكون ذي الرحمات، من حكمة القرآن والنفحات، من سنة المختار هادي الخلق، من قول وفعل طاهر القسمات، من روعة الإسلام في عليائه.